مالك ما صدق شو دين الإسلام هو حق رقبتين اللي هذا مالك كجتر تهمت شو صابي راسه ما هو قال دين تواح رقبتين اللي هذا مالك زي راسك قبلها ما قاعدين لا في رسالة اللي بدلوا سكة الله دبوا إياه واحد وسيرك يا خيار تكلم بدرين زين لها نعم عسكر تصير كنا قلنا بدل كل الدحات لكن وضع المسلم دول وضع المسلمين كلمة دي هذا رقبتين ده أيام دوني أنا يري رأي في تيميو ما الله كم صدق شو دين الإسلام هو حق رقبتين اللي هذا ما ليك قدر تهمت شفت هذا يراته هدي وياي مع سفيه قف أقوانا أما قف عقلي يروح يقول سكوت في الله وياي والله غير هكنا يا وان ربي هدي إنه وين أقرانه إنه ضد الإسلام عنا قبتي وحلا إلى هذا وين أنت حلو هلا ودستور كان الدين تين لما الله جاه له رسول كان عليه الصلاة والسلام هو المحابيس طلقوا صغرتي هالشيء طول السبوري صلى الله عليه وسلم هالشيء اللي في تتال المحابيس طول السبوري لما أقول الدين توحنا القبتين اللي إلى هذا ما لا زي رأس خلاها ما قاعدين لا في رسالة اللي بدلوا سكة الله دبوا إياه نحن كل سابسم أستينتا هي ده هي أشخاص تتكلم على عددين على الصين يو يا الصين يا أنت الصين سواء يا قف كم قليل إنسا نحن كنا مودي كيس سومالي هنتدي زي استقع عدل قليل إنسا رغبتين في قليل سواء يو وإن شعب قال الله بندقى شرعيا وإن يا واحد تدعى له قبل أن دقي أنا لا ضبط سعدة دي بهالشيزين وبعدين نحوين وآه ده هالشيزة ودوك على هالشيزة إن مرت ولد دي بهالشيزين ته حب بدل اللي قليه ده كأنه وأبته وحباك شراء سوى على سوى على عي صدق سنة وحوار لسدر دري حوار غرب غرب بدل ما شفته إنه وارنت عسكنا إنه اللي قدك إنه قال الله إنه قلينا إياه ودك موادينا حلوه دي هنتي ده خطر قلينا إياه إنه اللي قدك دقين وآه الله غفر صدق قلت بنعنا قبطين تنسيدي صلى الله عليه وسلم وما عكر الله بحيوه ما سنت.